بسم الله الرحمن الرحيم. مع اقتراب ذكرى انطلاق ثورة 14 من فبراير ومن أمام روضة الشهيد حسين الجزيري مجدد الثورة، نؤكد على مواصلة الحراك حتى تحقيق المطالب وتحصيل الحقوق. وإلى روح وضريح الشهيد علي عبد الهادي المشيمع، وإلى روح وضريح الشهيد حسين علي الجزيري، وإلى جميع أرواح وضرائح شهدائنا الأبرار. قال لي يا عقلي يا مهجتي يا حجك تراها لازم اشيلك للخيام يا مهجة الروح، انا عن جثتك يا صبي عيني وين انا اروح.